ماذا قامت به ولماذا، مش عايزه اقول فشلت، ولماذا ذهبت ادراج الرياح؟ هي اللجنه ليها قصه كده. يعني هي اللجنه تاسست بسبب الاحداث بتاعت كنيسه البابا لما اتحرقت وحصل يعني قتل جماعي كده لاكثر من 10 اشخاص فيها. وحصل بعديها ان كان المسيحيين الاقباط راحوا اعتصموا امام مسير وقتها، واتشكلت لجنه من اجل ان يبقى في مجموعه من العقلاء من الطرفين على اساس ان من الممكن ان يحلوا اي مشكله او لوقت اي مشكله مطروحه يعني. طيب وبعدين؟ وفعلا احنا عملنا شغل من خلالها كان كويس قوي. كنا بنستقبل كل المشاكل اللي ممكن تسبب فتنه طقسيه، وكنا بنحاول نحل بقدر الامكان هذه المشاكل. ووصلنا لغايه حادثه كنيسه المريناب، يعني قعدت 5 شهور في يعني اللجنه دي شغاله. وصلنا لحادثه كنيسه المريناب بقى لما الكنيسه تم الاعتداء عليها. اتذكر ان المستشار نهى الزيني ودكتور شادي حرب ومجموعه كبيره جدا هم يعني احنا كلجنه اصدرنا توصيه للحكومه باقاله محافظ اسوان لانه كان اخطاء شديده جدا. وبعديها لما المحافظ ما استجابش ولا اهتم ولا رئيس الوزراء اهتم، في بقى مجموعه اللي هم اللي قلت اسمائهم راحوا استقالوا من هذا من هذه اللجنه. وقامت وقتها احداث ماسكيرو اللي حصل فيها الاعتداء على الاقباط واتقتل 27 واحد. بعديها على طول يعني احنا حتى كنا كلنا هننسحب من اللجنه، لكن قلنا ان على الاقل نعمل حاجه اخيره. وفعلا عملنا مشروع اسمه تجريم التمييز. والمشروع ده فعلا صدر بماده حاليه موجوده في قانون العقوبات، ان اي حد بيعتدي او يميز ما بين مسيحي ومسلم بيجرم هذا الفعل وبيعاقب بالحبس 3 سنين. وفعلا ده حصل، وده كان اخر حاجه عملناها. وكان وقتها الحكومه كانت ضعيفه جدا زي الحكومه دي برضه يعني، وما كانتش بتستجيب ولا بتعمل اي حاجه، وكلنا انسحبنا من اللجنه وما اشتغلناهاش. يعني قانون حظر التمييز او ماده حظر التمييز مدرجه الان في قانون العقوبات. ايوه مدرجه الان في قانون العقوبات، بس للاسف لا يعني لا تطبق. احنا مش شايفين مش شايف. طيب اللجنة دي كان من أدوارها برضو أو من المطلوب منها أولا قانون دور العبادة، حظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة، ترميم وبناء الكنائس، تفعيل القوانين التي تحظر استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات، وطبعا ده خلاص لأنه بقى فيه شعارات دينية في الانتخابات للأسف، وفكرة فتح الكنائس المغلقة. كل الحاجات دي حصل فيها إيه يا أمير؟ بصي احنا عن طريق اللجنه قدرنا فعلا نعمل حاجه في موضوع فتح الكنائس المغلقه. وقدرنا نفتح لنا، انا فاكر يمكن 27 28 كنيسه في الوقت ده كانت، وفعلا قدرنا نعمل حاجه. حصل ان كان في بعض الشكاوى الطائفيه اتقدمت لنا وقدرنا برضو ان احنا نحقق فيها ونعمل حاجه. عايز اقول لك اللجنه دي عملت شغل. عملت شغل. وبعدين بقى يعني دلوقتي احنا عندنا دلوقتي المجلس الوطني، من الواضح ان الرئيس اصدر اوامره باعاده تشكيل المجلس وتفعيل مجلس الوطني للعداله والمساواه. تفتكر ايه الحاجات الاساسيه اللي لازم تكون امامه على المائده؟ شوفي هو باختصار شديد جدا ان يجيب ناس يعني ناس وطنيه بجد وناس ليبراليه بجد، يعني حتى ولو هيكون في جزء معانا من التيار الاسلامي احنا ما عندناش مانع، لكن على الاقل لازم يكون في ناس وطنيه وليبراليه، مش نلاقي بقى مجموعه الاخوان كلها هي اللي ماسكه تشكيل زي ما حصل مجلس حقوق الانسان. فهماني؟ فالمشكله يعني يكون فعلا في تنوع وفي تواجد كويس. واهم حاجه في الموضوع ان التوصيات اللي هتصدر من هذا المجلس يجب ان يعني يتم تطبيقها والاستماع ليها وتنفيذها، مش مجرد ان احنا نقول كلام وما يتنفذش. يبقى بقى عندنا منظر زي ما هقول الانسان النهارده منظر ما حدش بيعمل بيه حاجه. وزي ما انتوا عملتوا قانون منع التمييز او تجريم التمييز، ومنظر جوه قانون العقوبات ما حدش بينظر له. لا ومش بس كده، احنا انت عارف حضرتك احنا درسنا واخرجنا مشروع اسمه بناء الكنائس، وخدوا مننا المشروع ولم يصدر لغايه دلوقتي. فبقول لك يعني حاجات كتير جدا، بس انا عايز اقول للشخصيات الوطنيه اللي انا عارف انها ممكن ترفض الفكره اللي طرحها الرئيس مرسي مع كل اختلافنا مع الرئيس مرسي.
ومع كل اختلافنا مع النظام الحالي، حقيقي احنا وصلنا لمرحلة دلوقتي ما بقيناش قادرين ننتظر سقوط النظام علشان نقدر نحل المشكلة. يعني احنا دلوقتي مشاكل. مش في مشاكل كتير عندنا مش عارفين نحلها. فأنا شايف إن التوصية بإعادة المجلس ده مرة أخرى توصية هامة جدا جدا، على الأقل نقدر نحل مشاكلنا بدون ما نرجع لمؤسسة الرئاسة وبدون ما إن احنا نحتاج لرئيس الجمهورية في حاجة. بس المهم تكون التوصيات اللي تصدر من هذا المجلس تكون توصيات لها قيمة ولها نفوذ، وده المهم. يعني أشكرك مستشار أمير رمزي عضو لجنة